كما كشف وزير التجارة وترقية الصادرات عن إنشاء سوقين متخصصين في بيع الأحذية بكل من ولاية تلمسان والمدية. في سوقين أيضا سيتم إطلاقهم ونحن في تشاور مع السادة الولاد، سوقين متخصصين في الأحذية، واحد راح يكون على مستوى ولاية مدية والثاني يكون على مستوى تلمسان، باعتبار أن هذه المناطق معروف عليها بأنها متخصصة في هذا الجانب.